مرحبا، اليوم رح نحضر وصفة الدجاج المقلي بخلطة العسل. بدنا 800 جرام من صدور الدجاج، منقطعهم بشكل طولي، منبهرهم ملح فلفل وقرفة. بدي خضار التالية: بدنا جزر حوالي 400 جرام، بروكلي 400 جرام. احنا هون البروكلي سالقينه لمدة 5 دقايق، مش سالقينه يعني غليناه بمية لمدة 5 دقايق مع معلقة سكر عشان يحافظ على لونه الأخضر. وعندي 400 جرام من الذرة. هلأ عنا بصل أخضر 5 حبات نفرمهم ناعم، عصير نص ليمونة، عسل 2 كبار مع 1/4 معلقة صغيرة من السكر البني، خل الرز بدي 2 معلقة، زيت السمسم 2 معلقة كبيرة، 2 معلقة كبيرة من الزنجبيل مفرم ناعم، 1/2 كوب من الصويا صوص، وسمسم للتزيين. بمقلاية على النار حطينا 4 معالق من الزيت، زيت نباتي طبعا. رح نضيف لإلهم الدجاج، على نار واطية رح نقلي الدجاج. هلأ رح نغلي الدجاج يتقلى على نار واطية أو نار متوسطة، وبس يستوي على مهله رح نكمل باقي الوصفة. هلأ بالنسبة للنودلز، عنا هاي النودلز منحط فوقها مية فاترة غمرها أو مية مغلية غمرها، ومنتركها لمدة 5 دقايق. عبين ما تستوي، بس تستوي منقلبها لطنجرة ومنحط لها الخلطة نفسها اللي رح نسويها للدجاج مع شوية زيت. هلأ رح نحضر الصوص اللي هو 1/2 كوب من الصويا صوص، زيت السمسم، العسل اللي حطينا معه شوية سكر بني، وهلأ خلي الرز. بدنا نحركهم كتير منيح عبين ما يتجانسوا مع بعض. نفس هاي الخلطة رح نحضرها لنضيفها فوق النودلز. هلأ بعد ما قلينا الدجاج ورفعناه عن النار بصحن على جنب، رح نقلي البصل بنفس المقلاية عشان ياخد طعمة قلي الدجاج. هلأ بدي أضيف 1 معلقة كبيرة من الزنجبيل وأقلبهم مع البصل. هلأ رح نضيف البروكلي مع الجزر والذرة. هلأ بعد ما ضفنا الخضرة الجزر والبروكلي والذرة وقلبناهم كلهم مع بعض، رح نتركهم على نار واطية لمدة 10 دقايق. هلأ حطينا بقلب الطنجرة زيت، بعد ما صفينا عنا النودلز هون رح نضيفها للزيت اللي حطيناه. هلأ بعد ما قلبنا النودلز رح نضيف لإلها الخلطة نفسها اللي حضرناها للدجاج ونقلبها منيح ونتركها على نار واطية. بعد ما استوت عنا الخضرة رح نضيف لإلها الدجاج اللي قليناه قبل، ورح نحط الصوص اللي حضرناه مع الليمون، مع عصرة الليمون. وهلأ رح نضيف الصوص. ونقلبهم شوية على نار واطية، هيك بتكون صارت الطبخة عنا جاهزة. هلأ هيك صارت وصفتنا جاهزة، زيناها بشوية سمسم وبصل أخضر. وصفة زاكية كتير، إن شاء الله تحبوها. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.